كل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق محافظتي غزة وشمال غزة إلى داخل مناطق الغلاف اللي هي فلسطين 48، باستثناء منطقتي التوام وأبراج المقوسي أو المقوسي. هنا صحيفة معارف الإسرائيلية، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم الانتهاء من تفكيك الإطار العسكري لحماس في شمال قطاع غزة. يعني هم كما تشاهدون ملونين خريطة انه مناطق شمال غزة الجيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب منها، وقالوا ان احنا خلاص حققنا الأهداف وانه ما في داعي نستمر في هذه المناطق، والاستمرار سوف يؤدي الى خسائر. وبالفعل اليوم قتل قائد مجموعة التدريب في لواء نحال الإسرائيلي في منطقة التوام شمال غزة، اللي هي المنطقة منطقتين فقط متبقيتين فيهم، فقالوا ان هذا الانسحاب. وفقا للإعلام الإسرائيلي وأيضا لما جاء في وكالة شهاب، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت إلى غلاف غزة من محافظتي غزة ومحافظتي شمال غزة، بينما لا يزال القتال يدور بشراسة في دير البلح وفي محافظة خان يونس وفي محافظة رفح. فالقتال يا جماعة يدور بشراسة جدا في منطقة البريج وأيضا في دير البلح، في خزاعة، في مناطق خان يونس ككلها، بني سهيل والفخارة، وكذلك في رفح. هنا حضراتكم بالفعل ساحة الجندي المجهول، يعني العديد من الفيديوهات بتؤكد فعلا عودة أهالي غزة إلى بعض المناطق. هنا ساحة الجندي المجهول والبرلمان، طبعا هم دمروا لكن انسحبوا خلاص، الحمد لله أنهم انسحبوا. إلهي ساحة الجندي المجهول صور أبو عمار واحد، هاي التشريعي ضلش تشريعي، واحد دمر المنطقة، غير كل معلمها، حسبي الله ونعم الوكيل. ايش صحراء صارت، الجندي المجهول صار صحراء. ونشرت صحيفة معرفة الإسرائيلية أن انسحاب القوات الاحتلال الإسرائيلي تم دون معرفة نتنياهو رئيس الحكومة اللي هو جيل ستارتور، وأن نتنياهو يقول الجيش يظل في قطاع غزة، لكن الجيش قال له أنت عبيط، احنا نتقتل كل يوم، يخرب بيتك. فهنا في صحيفة معارف الإسرائيلية نتنياهو يعتقد أنه البطل الذي يدفع الجيش الإسرائيلي ويتحكم في الجيش الإسرائيلي، لكن من سيقرر هو رئيس الأركان، وأن نتنياهو والمستوطنين يقدرون ويأملون أن تستمر سيطرة الجيش الإسرائيلي على غزة لأشهر وسنوات، وأنه في ظل الحرب سوف تتعزز القبضة الإسرائيلية على الأراضي بما فيها غزة. وهنا الجملة الخطيرة، من حسن الحظ أن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ترفض التعاون، يعني رفضوا التعاون معه وخرجوا يا جماعة دون أن يخطروا حتى.